قرية عرب الضميرة. قرية عرب الضميرة هي قرية فلسطينية تابعة إداريا لمدينة حيفا، حيث تبعد عنها 41 كيلومترا. مساحتها 1387 دونما. عدد السكان في عام 1945 620 شخص، وكلهم من المسلمين. نشأتها: أول من سكن هذه المنطقة عائلة بدوية تسمى عائلة الضمير التي تملكت هذه الأرض، وفي نهاية العصر العثماني تم إقرارها كقرية بسبب تطورها البنياني والسكاني، وأعلن جابر الضمير مختارا لها، وتولى بعد ذلك نجله أحمد جابر الضمير، وبعده مصطفى جابر الضمير الذي انتهت مخترته في عام 1948. النشاط الاقتصادي والثقافي. اعتبرت الزراعة هي المهنة الأساسية لمعظم أهل القرية، حيث كان مخصصا 263 دونما لزراعة الحبوب كالقمح والشعير، كما اشتهرت بزراعة البطيخ والذرة والبرتقال والبندورة والخيار وغيرها. كما تميزت القرية بوجود مدرسة ومسجد، وكان بعض من أهلها يجتمعون لاستماع شيء من الدواوين الشعرية والقصص الأدبية التي كانت تلقى في ديوان مختار القرية. ثورة عام 1936. اشترك بعض شباب عائلة الضمير في ثورة عام 1936، حيث كان أشهرهم مصطفى هيكل الضمير أبو صقر ومحمد عبد الضمير أبو عابد الذي أعدمته قوات الاحتلال البريطاني في سجن عكا. ما قبل الهجرة. استقبل أهل القرية قرار التقسيم الذي صدر من هيئة الأمم المتحدة عام 1947 بنوع من الغضب وعمل الندوات التي ترفض ذلك القرار، كما بدأت بعض العصابات اليهودية التجسس على أهل القرية من أطراف القرية والدوران من حولها لمراقبة الأوضاع. تهجير القرية واحتلالها. في بداية شهر نيسان من عام 1948 بدأ أهل القرية بالنزوح عن قريتهم، وخاصة بعد مطالبة الجيوش العربية آنذاك بترك القرى مؤقتا إلى حين انتهاء الحرب. كذلك وخوف جزء من أهل القرية من العصابات اليهودية، وخاصة بعد أحداث مجزرة دير ياسين، مما اضطر كثير من سكانها للهجرة، وبقي جزء بسيط من الأسر في قرية عرب الضميرة الذين تم ترحيلهم فيما بعد قسرا وبالقوة من القرية. تم احتلال قرية عرب الضميرة من قبل الإسرائيليين وهدم جميع أبنيتها ما عدا المقابر التي لم يستطع الاحتلال هدمها، وهي الآن ما زالت شاهدة على تاريخ حاول الاحتلال تدميره وإخفائه لكنه لم يقدر.